الراديو 90-90 هواها مصر. يلا بينا نبدأ مع بعض أول فقرة وفقرة سوشيال ميديا النجوم الأولى وعلى تويتر. هنبدأ بتويتر. النهاردة نزل يوسف شريف فيديو لهدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، وكتب كمان شريف وقال ابننا بيمسي على جوارديولا. أما بقى على أنغام أغنية ثلاث دقات، احتفلت درة بعيد ميلادها وسط عدد كبير من نجوم الفن في واحد من أشهر أماكن السهر في القاهرة. درة نزلت فيديو من الحفلة على إنستجرام وعلقت عليه وقالت كل النجوم في عيد ميلادي، كل سنة وانت طيبة يا درة. أما بقى عن أحمد زاهر فنزل صورة لي مع روجينا على فيسبوك وعلق عليها وقال أختي حبيبتي رفيقة النجاح، حكاية حياة، كلام على ورق الطوفان، بتفائل بوشها وقلبها الأبيض من فستانها، بحبها أكتر من أختي، ربنا يكرمك ويبارك لك يا حبيبتي. أما بقى عن شريف رمزي فالحقيقة أحيى الذكرى الثالثة لرحيل والده المنتج السينمائي الكبير الراحل الأستاذ محمد حسن رمزي، وكتب شريف على إنستجرام النهاردة الذكرى الثالثة لوفاة أعظم وأغلى راجل في حياتي، والدي محمد حسن رمزي كان نفسي يبقى معايا ودلوقتي عشان يشوف ولادي الله يرحمه ادعوا له، ربنا يرحمه يا رب. مرة تانية بقى روج رامز جلال لفيلمه جديد رغدة متوحشة، ونزل على فيسبوك صورة ليه مع أحمد فتحي من كواليس الفيلم وعلق عليها وقال فتحي حاول يعمل بوز البطة قلبت منه على بوز الكنبة. على فيسبوك كمان هنت وفاء عامر إيناس عبد الدايم، أستاذة إيناس عبد الدايم بعد توليها منصب وزير الثقافة، وقالت وفاء إيناس عبد الدايم الفنانة مبروك علينا وزارة الثقافة. حقيقة فنانين كتير جدا 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 يعني مبسوطين وفرحانين بالاختيار، باختيار أستاذة إيناس عبد الدايم تكون هي وزير الثقافة. هنروح بقى لميسة حمدان، شاركت جمهورها بفيديو قصير كده على انستجرام ظهرت خلاله وهي بتغني أغنية خليني ذكرى لوائل جسار، وعلقت ميسة على الفيديو وقالت دندنة مع صديقي العزيز وحيد ممدوح أحسن عازف جيتار في الوطن العربي. أما بقى عن حسن الرداد فنزل على انستجرام أفيش فيلمه الجديد عقدة الخواجة، ودعا الجمهور إن هم يشوفوه في دور العرض، وده اللي خلى ناس كتير تعلق على الخطوة دي وتقول إن الرداد بيحاول ينقص فيلمه اللي محققش إيرادات مقنعة في ظل غياب أي منافسة حقيقية لحد دلوقتي. على صفحته بقى على فيسبوك نزل المنتج تامر مرسي صورة مع مصطفى شعبان من كواليس تصوير مسلسل أيوب، علق تامر وقال إن أول يوم من تصوير أيوب. هنروح بقى لوائل كفوري يوجه رسالة حب وتقدير لجمهوره على تويتر وقال انتوا بقلبي محبتكم حدي بتمنى تضلكم علي، الكن اكبر فضل والفضل بيرجع الكن. يا سلام يا سلام على اللبناني. ده بالنسبة للسوشيال ميديا الفنانين الجزء الاول، لسه في جزء تاني بيكون في اخر الحلقة في مدار الساعتين اللي احنا مع بعض على الهواء فيها دي، بعض الفنانين بينزلوا بوستات يعني على السوشيال ميديا عندهم فهقولكم عليها في نهاية الحلقة. رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو سكوب على راديو 90-90 هواها مصري، وهنروح لسوشيال ميديا الفنانين. منى فضالي نزلت صورة ليها من مطار القاهرة وقت ما كانت متوجهة مع أحمد عصام لأبو ظبي عشان يصوروا حلقات مسلسل بيت السلايف هناك. اليوتيوب بقى أعلن تصدر أغنية أحمد مكي الأخيرة وقفت نصيد زمان لقائمة الأغاني الأكثر مشاهدة خلال الفترة الأخيرة، ووصلت ل 15 مليون مشاهدة في الوقت اللي تصدرت فيه أغنية أبو يسرى ثلاث دقات قائمة الأغاني أو أغاني 2017 ب 100 مليون مشاهدة. على اليوتيوب كمان مي سليم افتتحت أول حلقات برنامج الأونلاين الجديد اللي عاملاه بعنوان كان نفسي بحلقة شاركتها فيها أو شاركت معها فيها بنتها ليلي. لسه مكملين على اليوتيوب وأطلق من خلاله الحقيقة أغنية جديدة لحسين الجسمي ترحيب اللي كتبها حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم إلى نائب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. سألتوني كمان عن أخبار الزعيم عادل إمام، هو دلوقتي بيصور مسلسل عوالم خفية واللي هينافس بيه في موسم رمضان اللي جاي، وهيكون معاه في البطولة فتحي عبد الوهاب وبشرى طارق صبري من إخراج ابنه رامي إمام. عشان بس ألحق أقول لكم كل الأخبار فهقول لكم الأخبار اللي أنتوا طالبينها كمان. سارة سلامة مرشحة لبطولة مسلسل أكاسيا اللي هيشارك في بطولته الفنان ظافر العابدين، بس لسه لحد دلوقتي سارة ما وافقتش عليه واتحسم قرارها
لسه لحد الوقت الحالي، يمكن الأيام اللي جاية تقدر إن هي تقرر. محمد سعد خلص تصوير الجزء الثاني من فيلم الكنز اللي بيشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وهند صبري وروبي وأحمد رزق وإخراج شريف عرفة. أما عن أحمد حلمي دلوقتي بيحضر لفيلمه الجديد وبيعمل جلسات عمل مع المنتج وليد صبري والمخرج خالد مرعي عشان المفروض هيبدأوا تصوير فيلمه الجديد اللي لسه ما استقروش لحد دلوقتي على اسمه ولا حتى البطلة أو البطولة النسائية قدامه. إيمان العاصي بقى تعاقدت على مسلسل قانون عمر اللي بيشارك فيه الفنان حمد هلال وهيتعرض في موسم رمضان اللي جاي، مفروض خلال الايام اللي جاي هيبداوا تصويره. ريهام عبد الغفور خلصت تصوير فيلم سوق الجمعه من حوالي اسبوعين واللي بيشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ودلال عبد العزيز، نسرين امين، محمد عز، محمود حجازي واخراج سامح عبد العزيز، ومفروض هيتعرض في موسم العيد. كريم محمود عبد العزيز صور يومين بس من الجزء الثاني من مسلسله الزيبق، بس المسلسل توقف تصويره بسبب شويه مشاكل انتاجيه زي ما عرفنا ومش هيتعرض في موسم رمضان اللي جاي. الهضبة عمرو دياب عنده حفلة يوم الجمعة اللي جاية في مول من المولز الكبيرة في القاهرة. محمد عادل إمام داخل الأيام اللي جاية تصوير فيلمه الجديد ليلة هنا وسرور اللي بيشارك في بطولته ياسمين صبري ومفروض هيصوره حوالي 10 أيام في البرازيل. محمد فؤاد تصالح مع المنتج تامر عبد المنعم وزي ما احنا عارفين كان بينهم مشاكل عشان مسلسل الظاهر، بس خلاص هيكملوا تصوير قريب وبيشارك في بطولته رغدة فريال يوسف، أميرة هاني وصبري عبد المنعم. أما شريف رمزي خلص تصوير قصة من مسلسل نصيبي واسمتك مع الفنانة هيدي كرم وبسمة ومن إخراج مصطفى فكري. ده بالنسبة، وطبعا موسم الرمضاني اللي جاي هيبدأ تصويره بكرة إن شاء الله. ده بالنسبة لبعض الأخبار اللي انتوا طلبتوها، لسه في أخبار كتير.